السلام عليكم. كشف الناخب الوطني السابق رابح سعدان عن حقائق مثيرة تتعلق بفترة تواجد الراقب الأحمر في المنتخب الوطني قبل مواجهة مصر الشهيرة. سعدان قال خلال نزوله على إحدى القنوات الخاصة: لأول مرة في حياتي يحدث لي ما حدث قبل مواجهة الخضر أمام مصر بالقاهرة سنة 2009. وصلنا إلى مصر ولم أكن أعرف التشكيلة والتي ستلعب بسبب الإصابات الكثيرة. دخلنا الشك لأن آنذاك كانوا يقولون بأن المصريين يستعملون كل شيء من أجل الفوز، وفي تلك الفترة قام رورو بجلب الراقب الأحمر. قدومه قبل مواجهة مصر أدخلنا في حالة من التوتر، وقمت بعد ذلك بطرده من الملعب ومن تربص المنتخب، وطالبته بعدم الاقتراب من اللاعبين. وخرج المعلق الجزائري الشهير حفيظ الراجع عن صمته بعد تصريحات سعدان قائلا: لا يجوز لك الحديث عن شخص متوفي والكذب عليه، خاصة وأن الحادثة مر عليها 13 سنة، نحن في سنة 2022 وما زال هناك أناس يقذفون الموتى ويكذبون عليهم.